السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة التغيير، حياكم الله. اليوم حلقتنا الثانية طبعا في المنطقة القديمة، راح نتناول ملف المنطقة القديمة، وحقيقة راح ناخذكم جولة بهذه المنطقة التراثية، المنطقة اللي يعني نسبة الدمار الأكبر بحرب التحرير. حقيقة يعني المنطقة القديمة نالت النصيب الأكبر من الدمار في حرب التحرير الأخيرة. اليوم طبعا أنا مثل ما تشوفوني واقف خلفي جامع النور الكبير، منارة الحدباء مبينة. طبعا هذا الجامع اللي بنى سنة 1172، زين، الجامع اللي يحوي على 5 منارات، جامع عرث يعني حالة حال النبي يونس، حالة حال النمرود، حقيقة جامع ويعني معلم تراثي. هذا المعلم طبعا تم تفجيره بتاريخ 21/6/2017 أثناء تحرير المنطقة القديمة والمعارك المحتدمة اللي صارت ما بين القوات العراقية وتنظيم داعش. يعني هنالك يعني اتهامات في وقتها، تنظيم داعش اتهم طبعا قوات التحالف الدولي باستهدافه، والحكومة العراقية اتهمت التنظيم باستهدافه. اللي تبنى الموضوع على أنه يعاد هذا الجامع والمنارة بالكامل طبعا منظمة اليونسكو العالمية، كذلك دولة الإمارات العربية. لكن لحد الآن راح ناخذكم جولة، وأعتقد الجامع مبين خلفي تشوفوه، لحد الآن الدمار، لحد الآن الإهمال موجود بهذا الجامع. راح ناخذكم جولة ويانا لحتى تشوفونه وتشوفون هذا الإرث الحضاري. جامع النوري، منارة الحدباء اللي كانت طبعا شاهقة بطولها، الآن مثل ما تشوفوها طبعا يعني مكسورة الذراع، مهدمة بالكامل. أعتقد يمكن عمليات الترميم لحد الآن ما تمت نهائيا، اللي تم يعني فقط أعتقد يمكن شيء قليل، يعني عملوا به شيء قليل حقيقة، لكن شيء لا يضاهي المستوى المطلوب لإرجاع هذا الجامع ولإرجاع هذه المنارة. المنطقة القديمة طبعا تتميز بكثرة العوجات وكذلك القناطر وكذلك يعني البناء القديم الأثري اللي ما موجود يعني بأغلب مناطق الموصل. سميت طبعا هي من اسم المنطقة القديمة، يعني بنائها قديم، بنائها أثري بشكل عام، يعني بنائها القديم والأثري لا يقتصر فقط على منارة الحدباء وجامع النوري، بل حتى هنالك بيوت، يعني بيوتات قديمة أثرية. بعد شوي طبعا راح ناخذكم لحتى تشوفون بعض العوجات وكذلك بعض القناطر وحتى البيوتات القديمة، بعض الأماكن التاريخية القديمة أيضا اللي راح تشوفوها بعد قليل. خليكم وياك. الآن أنا أقف يعني هنا تحديدا طبعا بإحدى القناطر القريبة على جامع النوري، طبعا المحيطة بجامع النوري ومنارة الحدباء. بناء قديم مثل ما يعني مثل ما تشوفون، البناء قديم جدا، البناء يعني تاريخي، البناء أثري مثل ما نقول. المنطقة هذه منطقة يعني للأسف والله العظيم نتألم عند ما نشوف كمية الإهمال، عند ما نشوف كمية يعني التغاضي عنها، يعني والله شيء مؤلم حقيقة. لحد الآن يعني مضى على تحرير هذه المدينة 3 سنوات أو أكثر، تقريبا من 3 سنوات بشوي بأيام، ولحد الآن هذه المنطقة مهملة بشكل كامل، لحد الآن هذه المنطقة منسية بشكل كامل، وكأنه سكنت هذه المنطقة يعني ليسوا بعراقيين. للأسف لا حكومة مركزية ولا حكومة محلية اهتمت حقيقة بهذه المنطقة ويعني بهذه المساحة والرقعة الجغرافية الكبيرة المهمة لهذه المدينة. الآن يعني كمية الخراب والدمار أيضا اللي طبعا تشاهدوها خلفي، يعني مثل ما تشوفون يعني لحد الآن حقيقة كمية الخراب والدمار اللي موجود يعني شاخصة ومبينة، يعني هي تتحدث عن نفسها من غير ما أنا أتحدث أو من غير ما أنا حتى أفسر الموضوع. تشوفون يعني بكل حلقة حقيقة والله نتألم، وبكل حلقة يعني يصيبنا الألم والحزن عندما نطلع ونشوف يعني كمية الدمار وكمية الحزن والألم بكل منطقة موصلية. الغرض والقصد أنه إحنا ما نظهر يعني فقط الخراب ونظهر فقط يمكن حجم الحزن بهذه المدينة،
لكن هو واقع المدينة هكذا حقيقة، يعني نسبة الدمار ونسبة الألم والحزن، نسبة الإهمال بهذه المدينة يعني ما بعد تحريرها ولحد الآن أكثر من نسبة الاهتمام ونسبة الأعمار. حياكم الله أحبتي، رجعنا لكم وحديثنا المستمر عن المنطقة القديمة وسكنة المنطقة القديمة. الآن طبعا راح نلتقي مع أحد يعني مثل ما نقول كبار السن ومن سكنة المنطقة القديمة طبعا، وكذلك هو قديم جدا بهذه المنطقة، العم محمود. السلام عليكم عمو، شلون الصحة؟ الله يبارك فيك. عم محمود من سكنة المنطقة القديمة حضرتك. تمام، تاريخك بهذه المنطقة، تاريخك مع منارة الحدباء، يعني التاريخ كتاريخ، لا كتاريخ، كتاريخ كذكريات، كتاريخ أقدم لنسة العراق وخاصة الموصل. مشهورة بالحدباء، منارة الحدباء. يعني كانت لو لا تزال كانت ولحد الآن منطقة الجامع الكبير. يعني ما نقول فاروق، منطقة الجامع الكبير، وإن شاء الله ترجع بهمة الله وبهمة الخيارة والمحسنين واللي الإمارات تبرعت بترجيعها. إيه، لكن لحد الآن كل شيء ماكو شيء لحد الآن، والله عيشتونهم هم يمكن يشتغلون هسه، لكن ما مثل بعد اول يعني اول دفعه يشتغلون. ايه، واحد يحكي له الله. يعني ذكرياتك مع هذا الجامع قد ما كان على حيله كل شيء؟ والله ذكريات، انا كل ما انا كل ما اتذكرها اطق الدمعه من عيني. السبب هذا جامع كان يقتنوا خاصه الجمعه. بالألف وخمسمائة بصلي ما شاء الله. ايه، بترجع لك من يطلع من الجامع تقول مظاهره، كل مظاهرة ما جمع. وذكريات، وكنا كنا من صغار نلتقي هوني بالحديقة ندرس دراسة، الدراسة مالتنا كلها بالحديقة مال الجامع. ايه، واحنا كنا شباب وصغار وبالمدرسة، بس الله يلعنهم كل من مد ايده على هذا الجامع. اللهم امين يا عم. اللهم امين. المنطقة القديمة بشكل عام، بشكل عام نسبة الدمار بها 95%. خاب يقول لك 80 و70، 95% هسه لحد الآن ما رجعوا، 50% ما رجعوا، 60 بيت كل هاي القاعدين بها 60 بيت. نسبة الدمار 95 95% كله، وش قد ما يعمرون يقالوا ينقاد القلع. لأن الهوانات وصواريخ كلها ترجرجت، كلها عاد تجري بيوتهم. يعني مخلفات حربية، مخلفات حربية لحد الآن أكو موجودي، وأجد غير موجود. مخلفات ما بعد التحرير لحد الآن زاروكم مسؤولين مثلاً؟ أي ما مسؤول، نواب لا مسؤول. أخويا أنا أقول لك لا يزورنا مسؤول، بس وقت الانتخابات يجيب له سلة غذائية انتخبوني. والله ولا نعروح أبو اللي ينتخبوا لحد الساعة هذه السنة ما نقيدهم، خليك يشلعون مدمرون البلد. هو من دمر هذا البلد؟ هي مجول من الخارج وجماعة الدبابات الأمريكية دمرون البلد. ما بس الموصل، العراق كله تدمر أخي. احنا نقول يعني العراق كله متدمر، كله مجاعة، جوع، فقر، لا أشغال. الموظف عبيع بالجغاير لك، هو الخريج انت، هذا الرجل خريج ايش ياكل؟ انت كرئيس وزراء مسؤول عن الرعية مال الناس، هذول وقفتك. سيدنا عمر بن الخطاب كان يطلع بالليل يتوقد الرعية ماله، صيغوا واحد مثله ما صيغوا شعراي مثله ما يجون. يا أخي ما احنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من جاء دمر هالبلد هذا. طب حجي، يعني احنا نعرف أيام الحرب يعني الكثير من أهالي المنطقة القديمة نسحوا. ايه، ايش قد رجعوا بعد التحرير؟ نسبة العوائل اللي عادت لهذه المنطقة ايش قد؟ اقل 60 بيت لحد الان. 60 بيت فقط؟ 60. انا عندي انا مجموع المنطقة القديمة بالكامل، انا احد الناس اللي يوزعون يعني للمنطقة. جردة عندي 60 بيت، 60 بيت يعني 60 بيت، 60 عائلة، كل بيت يقتلوا عائلتين وثلاثي. شنو السبب؟ سبب ماكو دمار، دمار البيوت. انت ما عاد تشعل البيوت ولا هاي؟ لا، نسبة الدمار واضحة، الدمار شفناه، الدمار واضح. هذا شيء لا شيء، هذا الساعة صورته بعد توجه بعد ازيد ما قال الشاقة. انا صار لي سنتين ونص من رجعته، لا اعمار
لا أعمار لا شيء لا أبد. خليها بعدين نقطع عادي. لا أعمار لا أبد لا أصلا لا أكو أحد يجي يسأل عليك لا أبد لا أصلا. يعني مرات أحبة المشاهدين حقيقة إحنا عد ما نتكلم بهذه المواضيع لربما يمكن هنالك يعني يمكن تجينا انتقادات، يعني يمكن اكو ناس يقول لك تبالغ، اكو ناس يمكن يقول لك تحارب باكو المسؤول باكو. لكن الان العام يعني من سكنة المنطقه القديمه هو اللي بده يوضح الحاله بالانسان. يعني كعائله قاعده هوني صار لنا 750 800 سنه احنا هوني. ابوي مواليد ماريساتي، جدي مواليد 1870، ابو جدي 1760، يعني كلتنا ولدنا بهاي المنطقه، ولدنا بهاي المنطقة. أنت أقدم منطقة بالموصل، بالموصل حاليا هي هاي المنطقة الجامعة. تابع الجامعة من بنانو نور الدين الزنقي، والي كان الشام على الموصل وعلى حلب، هذا نور الدين الزنقي سنة 1172 اي صار 850 سنة 900 سنة. هذا دقل لك بقيت بال 1950 ابوي علق الهلال على منار الجامع الكبير، ما حط على علقه، وصوتوني بالباب الذبايح والمرجيات تشتغل وصيح الله اكبر لما علق الهلال مال بناغه. طيب حجي قبه واحده هو بيه خمس منارات ارتفاعها 55 اخويا هذا 57 ارتفاعها، ارتفاعها 57 اربع منارات عملهم بناها ابن الصابونشي، والقبي بناها الملك غازي ايه ملك فيصل الاول بنى المسجد هذا، والقبب هديه يعني تبرع من ابن الصابونشي الاربع منارات اللي على المسجد. صح. انا اعطيك كتاريخ ها كتاريخ هذا ابن الصابونشي تبرع باربع منارات، وملك غازي بنى الجامع على نفقته الخاصه. العقول اللي طلعت من هذه المنطقه دكاتره مهندسين اخويا العراق نتكلم عن الجامعه خلاص نتكلم عن المنطقه القديمه العراق كله كضباط كدكاتره كفلافسفه ايش تريدوا تخرج من هذه المنطقه. الرحم مال الموصل هو هذا المنطقه القديمه، هاي المنطقه القديمه رحم مال الموصل هاي القديمه. يعني قبل كم يوم ودعنا رجل وعلم من اعلام العراق وزير الدفاع، هذا من عندنا، هذا من الموصل من غير جده من عندنا من القديم قديم تعبش خدات والسلطان هاشم الله يرحمه انسان تقي خايف الله. ودعناه توديعه قبل كم يوم، يعني الوزراء كانوا من عندنا الاطباء فلاسفه ايش اكو طلع من هاي المنطقه، ايش اكو واحد طلع من هاي المطار، هاي خرج الججيال وقبلوا العراق بس جو دمرونه. هذول اهل البطون الكبيري اهل الكروش اهل الرواتب ما لعوا الحكومه، لان الحكومه طيشي ما لها شغل بالشعب، ما لها شغل بهذا الناس. ادعو من المحسنين ان يجون على المنطقه القديمه يتفقدوهم، ما اريد وزير لا وزير ما اريد كل شيء منهم، نريد من هذول المحسنين لله مال لنا الله يعمل وكو بيتين من جوع ما عندهم لا شغل حتى اشغال ما عندهم. اما انت الله ورسوله دخل لك شيء حتى لك ليش ما عملوها، ما عندهم فلوس ماكو فلوس، وضعيه كلها مره داعش مره كورونا شعلوا ابونا شعلونه ما لي انا ما اريد الا بس منه، واتكلم ما اخاف الا بس من الله، ما اخاف من المسؤول الله يحفظك، لان ما بينه خير، ما بينه خير على بلده ما بينه خير على عرضه. صادق والله صدقت والله ما عشاق انا احكي العدل والله ما اخاف الا من هذا خلقني وما حد ركبه بس الله ونشيل الله والله صادق. شكرا لك عمو محمود الله يحفظك على راسي عدناك بالشمس لا يا معود الله يرضى عليك. اذا احبتي مثل ما شفت يعني كلام العم محمود يعني شخص تقريبا يعني قديم جدا يمكن من اقدم الاشخاص ومن اقدم سكنة المنطقة القديمة. الكلام اخذناه من لسانه لحتى لا تقولون مثلا لربما يمكن الصحفيين او الاعلاميين مرات يتكلمون من عدو. نعم عمو على ما تطلع على كلمي نعم
على كلمة قلتوها أماني علينا تطلبيني أمام الله كله حكيت من صدق صادق والله صادق. وأنا أعوض من كلمة أنا أشتغل بجامع يعني ما عندي اختلاف إيه القداد حكيته عن الناس هذول البطالين والله 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 الله شاهد علي ما على نفسي صادق ما على نفسي أنا عندي عشعتي دكان لا. فضل من الله هذا حق جوري غير من كيلو تمه البطل زيك ما عندي فلوس والله عاد أحكي لله يعني أحكيه عاد أحكيه لله أبى الله أنت ما تعرف وش مغير أبى الله البيحة بالليل رجل خبرني ما عندي لا مبرد ولا بانكا رحت اشتريت له بانكا وسأودي له هي من هلا الله طعوني اياها الله يرضى عليك والله سدوا حشيله من الدكان خافوا الله شويه كفي بوخ كفي كفي بقيت اتقوا الله بهالناس هذولي اتقوا الله اتقوا الله ما تقع قلب كما زين حتى الفهيم اللي يفتهم اللي يسمعه يقوم يدق براسه بس ما عنده غيره ما عنده غيره غيره غرة لو عنده غيره ما يصير باي 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 الحرامي جوب لك بلد اغنى بلد بالعالم فقير يروح يدين رواتب مال الناس المتقاعدين هذا اغنى بلد بالعالم يومي 4.5 مليون برميل نفط والله يسعدك ويني بختمة شعلت بابونا ايش اسمه هذا النائب تروح على أمريكا على الخارج كذا مليار بخزينة حطها بالبنك قشغلها وذول الميتين من جوعهم خافوا من الله يولوا خافوا من الله بس ما عدكم غيره لو عدكم غيره تضحكون على الشعب وصلناكم ليفو انتم حرامي ونعوفكم حرامي نعوفكم كل واحد نعوفه الساعة طلعه انت بفلاش يا بقد وانت بفلاش يا بقد صادق ما نريد نطلع اسوأ خافوا من الله هذا الشعب تقوا عليه كل خرب الله يرضى عليك حموش الله يبارك فيك من العم محمود خليكم وياه الآن احنا طبعا في احدى عوجات المنطقة القديمة مثل ما تشوفوها طبعا يعني افرع ضيقة في هذه المنطقة وتقريبا يمكن يعني المنطقة تمتاز بكثرة الأوجات ولربما يمكن هي منطقة الأوجات الآن معنا أحد يعني سكنة المنطقة القديمة السلام عليكم عم. عليكم السلام عليكم مرحبا الله يبارك بأمورك هذا أوجات المنطقة القديمة كثيرة والله إيه يسموها أوجة لأنها ما مستقيمة معوجة دائما معوجة إيه وكثيرة تقديم كنا إيه وتدخل بعد أكو عوجات حويصلات رئوية يعني أرفع وأرفع وأرفع وأكو عوجات ما تطلع بالبداية يعني نهايتها باب مسدود نعم. يعني بيت واكو عوجات عريضه ممكن سياره تفوت يعني ما بيها نسق معين صار لك بهذه المنطقه والله ابويا جدي ولده هاي هاي المنطقه بين نبي جرجيس وبين الجامع الكبير نعم يسموه عمو البقال يسموه هذا جامع الشالكي هذا الشالكي هذا الشالكي الشالكي كان الظاهر انه كان يعمل شال هذا الشال الموصلي القديم اللي الرقيق كلش شال يعني هذا البندج اللي يستخدمونه قديمة الظاهر هو بنا بعدين تغير اسمه كان بالخمسينات سكنه واحد اسمه شيخ نذير هذا ظل عاش به ويسموه جامع الشيخ نذير أي. هذا كان رجل دين وما يأخذ من الأوقاف وكذا يعني زاهد أشهم اتخذوا مثل الخلوة هذه وفوق باليم جامع النبي جرجيس وجامع الكبير هاي المنطقة قسم منهم يسموها سيلات يعني عشيرة ساكنة هون تنزل لي جوا شوية خزرج هذه الخ المياسة هاي قبائل عربية أول ما صار الفتح الإسلامي سكنوا كانت مخيمات وتلاحظ هذه البيوت بعضها داخل في بعض البيوت اللي داخلة في كانوا متنفذين المتنفذ خطأ يعتدي على الآخر يفوت بالبيت يعتدي على المساحة ماله تشوف كل بيت ضخم نقول هذا مذوات والله يم بيوت ضعيفة حالته ضعيفة كذا هذه معناته يعني ظلم الإنسان ليخونه الإنسان بيه تقرأها قراءة
حتى جامع النوري، هذا جامع النوري الجامع الكبير، هذا كان أسسونهم أتراك دولة الزنقية، نور الدين زنقي هو اللي بناه، بنى البنارة أسسه هو. الجامع الحديث اللي هسه موجود مصطفى الصابونجي بنا، هذا حديث وليس قديم، يعني ماخذين فكرة أن الجامع كله قديم، لا لا، بس المنارة، بس المنارة هاي من الأحزمة السبعة اللي تمثل السماوات السبع، هذه مع نور الدين زنقي، نور الدين زنقي. باقي الجامع بنانه مصطفى الصابونجي، مصطفى الصابونجي هو اللي بنى مستشفى الجمهوري، هو اللي بناه، اي يعني اخر شيخ قاويش خلوه باسمه تخليدا لاسمه الله يرحمه، ايه فهو اللي بناه، وحتى رادوا يهدوه بوقته، هاي قبل 80 سنه 90 سنه رادوا يهدوه للمناره، ما قبل باعتبار معلم اثري قديم، خل بقى كما هو. طبعا يعني 3 سنوات على التحرير، لكن الان من نتجول بالمنطقه يعني حقيقه نشوف يعني الخراب والدمار وكانه الان انتهى. انت ما شفت الخراب، حيل صار تعمير. نعم. يعني بالنسبه لقبل جينا عليه تلول، هاي تلول من الخرائط، يعني اكو نسبه اعمار، اي نسبه موجوده. نعم. ذيك قسم منهم الاهالي قاموا بتعمير بيوتهم. نعم. وقسم منهم منظمات عالميه شاركت بالبناء وشاركت بالكذا مجانا. يعني انا من جمله سوالي سقيفه بالبيت وكذا، ممنونين ومشكورين. الجي بي اس اي ما بيسموها منظمه يمكن تابعه لالمانيا، هذه كان يد نشيطه عامله ليل نهار. لكن بعد هذا الكورونا وانتشار المرض عطل هاي الاعمال تقريبا، وقفها وهسه مشلوله الشغله. هذه داخل التقارب، هذا التقارب البيوت مع بعضها جعل حميميه بيننا وبين الجوارين، احنا مشهورين بالحميميه والواحد يحب الثاني، بيت واحد بالضبط. بينما الشوارع التفرقه الزمن المكانيه تعمل تفرقه اجتماعيه ايضا، بيناتهم شوارع، بيناتهم حديقه ضخمه وكذا، الاحتكاك يقل. بينما نحن اكثر احتكاك واكثر انسجام مع بعضنا، لانه تقريبا بيت واحد حايط يم حايط، لكنها تنقصها الناحيه الصحيه، ما متوفر بها وسائل صحه، لا حديقه، شبابيك ضيقه على الطراز القديم. العادات الاجتماعيه، العادات الجميله موجوده، لا زالت موجوده لحد الان، والله نعرف انفقدت ما بعد 2003 بكثير من المحافظات، لكن في المنطقه القديمه ظلت بقيه من بقاياها. نعم. نسال عن جيراننا، هذا لا يكون محتاج، لا يكون كذا، نراعينه. نعم. بقيه هاي. والله نشوف احنا دائما ناخذ التاريخ والكلام الصادق دائما ناخذه من سكنه المناطق، وخصوصا القدماء جدا، الله يعطيك الصحه والعافيه والعمر. يعني الله يعني اليوم المعلومات اللي اخذناها منك لربما يمكن حتى ما موجوده بكتب، نحن حقيقه يعني هذا الدراسه الميدانيه. نعم. على وليس الدراسه النظريه. هاي الدراسه الميدانيه. نعم. هذا انت عشت الواقع بكل تفاصيله، ولذلك تنقل الحقيقه بما بالضبط احنا عشناها، واحد ورواها لنا. نعم. يعني احنا اخر ناس تحررنا من هالمنطقه. نعم. هذه وكان ايام عصيبه جدا، عصيبه يعني بالفعل. كان الماده الغذائيه احنا كان عندنا يعني مشكله بها، صار تكافل حتى باللحظه ذيك الازمه، صار تكافل اجتماعي. استمرينا حبه المشاهدين بجولتنا وياكم بالمنطقه القديمه، واحنا الان مثل ما يعني تشوفون بسوق المنطقه القديمه. تحدثنا عن المنطقه القديمه، طبعا تقريبا شارفنا على انتهاء حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الانتهاء يعني نحب ناخذ احد المواطنين. السلام عليكم حبيبي. السلام عليكم. من سكه المنطقه القديمه؟ نعم، سكان المنطقه القديمه. حيا اليوم جولتنا عن المنطقه القديمه، يعني تكلمنا عن جامع النور الكبير، عن مناره الحدباء. والله ذكرياتكم والله ذكرياتنا قبل ما قبل 2014 كما جوا، بس من 2014 دخول الدواعش لمدينه الموصل فما فوق اوضاع تعبانه، تقصير من ناحيه الحكومه.
الحكومه. نعم تقصير من ناحيه الحكومه. ايش قد صار لك بهذه المنطقه؟ والله مولاتي هنا، انا مواليد 89 لحد هاي السنه انا بهاي المنطقه. اول ما تم تفجير يعني من خلال تقريبا مناطق حدباء والجامع النوري بعمليات التحرير يعني الاخيره. المناره الدواعش فجروها 2017. المنارة فجروها يوم 27 برمضان ليلة القدر الساعة 9 بالليل. جامع النوري؟ جامع النوري قسم منه دواعش فجروها قسم منه طيارة ضربت. أيام التحرير في 2017؟ نعم نعم أيام التحرير لأن كلها أزقة ضيقة ما تقدر تلف فيها لا سيارة لا تلف فيها شيء. نعم. يعني بشر اثنين ما يقدرون يمشون فيها. فالله يساعدهم ويعينهم على مكافحة الإرهاب وغيرهم اللي خلصونا من هذول. قد نسبة الناس اللي رجعت للمنطقة القديمة بعد التحرير؟ والله هي ساعتها 50% رجعت، بس الباقي بعد ما رجعت ينتظرون الاعمار ما تجامع. نسبة الدمار والمنطقة ايش قد؟ دمار نعم 100% دمار اكو. لحد الان مستمر الدمار؟ لحد الان نعم مستمر الدمار. اكو من العالم ما عنده امكانية يجي يعمر بيته، اللي مضروب واللي صاير قاع ما عنده امكانية يجي، مأجر وقاعد بالايسر. تعويضات تعويضات الدولة انطقت؟ تعويضات انطقت على ناس وناس، اللي عنده واسطة بالدولة استلم، بس اللي ما عنده واسطة لحد لا ودي معاملة وجيب معاملة وهذا الشغل وهذا العمل وهذا اليوم صار 3 سنين 4 سنين تحرير الموصل. طبعا عندك سؤال نظرة، بالنسبة للتعويضات حصلت تعويضات؟ كل شيء ما حصلنا. لحد الآن؟ أي تعويضات ما حصلنا، واللي يقول محصلين تعويضات خيجي واجب. أكو بعض الناس قالوا حصلنا حصلنا. أي نعم اللي حصل نعم دفع فلوس ببغداد دفع بالموصل دفع طبعا يجيهم تعويضات، بس اللي ما عنده اللي مثلي ومثل الأخ والأخ ما عنده ما يدفع. هسه أنا عندي معاملة ما شهد لحد الآن واقفة على الكتاب الاستخبارات. لحد الآن ما طلع اليوم صار له سنتين. شنو سوى؟ ما حد ما يعرف. كتاب ما طلع، حامل الوطني طلعت البارحة. شنو معاناتكم بهذه المنطقة؟ معاناتكم شنو؟ شو تطالبون؟ والله معاناة يعني ايش تردون مثلا؟ والله معاناة ما تخلص، معاناة العالم العراق أجمع ما تخلص. طيب معاناة العراقيين ما تخلص لكن تعرف معاناة عن معاناة، معاناتكم كأهل المنطقة القديمة. والله معاناتنا كأهل القديمة والله نطالب يعني من الحكومة بإسراع بإعمار البيوت. الأفرع اللي مكسرة الأرصفة مالها شوارع المجاري المايات اللي العالم تشطف لها مجاري مكسورة كل الماء يتجول البيوت. المنظمات اللي تشتغل هسه أكثر من الحكومة. الحكومة مقصرة بالموصل 50% عند التقصير بالموصل. بعد التحرير يعني بعد ما تحررت هذه المنطقة زيارة المسؤولين تكلمنا عن زيارات جاكم مسؤولين زاركم من بغداد من محافظة خلينا نقول من الحكومة المحلية نواب نينوى زاروا المنطقة القديمة زاروا الناس فقدوها؟ والله ما أقول لك زاروا الناس كذي يجون بس يفرون حول الكعبة حول الجامع ماكو يحجون ويطلعون بس ما المعاناة عالم مستحيل أبد خلي يجي مسؤول يقول أنا واجهت عالم أو حكيت عالم ماكو النوفل عقوب محافظ الموصل اللي كان موجود كان يلتقي بالعالم ماكو ويجي يعطين فلوس للناس الفقارة وما فقارة وهاي نوفل عقوب فأساسا محافظ نينوى هو استلم جانا هذا الوباء هم تشولين بالوباء أو بالمعفش والفساد الوباء هذا الوباء يعني مو إنسان جاب هذا الوباء هنا يعني خلينا نقول وباء جانا من الصين من دول بعيدة مثلا ما متقصد من شخص هذا دول العالم أجمع هذا وباء من الله سبحانه وتعالى يمتحن البشر وليس ما تقول يعني احد ينذبه او مسموع او شيء لا الله يبارك فيك ايش اسمك محمد عثمان داود بس ما تكلمنا عن شغله الرواتب تكلم استرس انت على مود نطالب من الحكومه تعمل رواتب هاي الشباب اللي قاعدين لا وظايف لا تعيينات لا ابد لا اصلا وين ينطي وجهه يعني من حقه الشاب يطلع يتظاهر ويقتل ويعمل وهاي اذا ما اليوم انت توفر له الحكومه توفر له غذائيه توفر له راتب هذا شلون يعيش الطبقه الفقيره اذا كل ما يهم بطل الزيت اذا يصل 25 دينار يشتغل ما يهم بس الفقير ايش يعمل يعني ابسط شيء هسه مواد غذائيه ما ينطلق شهر واربع اشهر ما ينطلق زين ما يقولون الفقير ايش ياكل منين يشتغل بطل الزيت منين يشتغل الشكر منين يجيب يعني الغذائية اللي كنا نستلمها بوقت صدام حسين ماكو كان يعطينا بوكان الشهر شهرين ماكو ونسبح فيها من الطحين اللبن كل شيء حتى المواسة ما لزان كان يوزع صدام حسين هسه هنا ماكو كل شيء يعني من سقوط النظام صدام حسين ولهاي اللحظة
لا غذائية لا أبد لا أصلا، يعني البلد قيرجع تحت الصفر ما قينهر. يعني تعبنا هاي تعبنا من هاي الحكومات اللي فازة اللي جاية، إلى ما تعدل رأس الحية زحمة ذي اللي يتعدل. صح. أنا حبيت المشاهدين يعني مثل ما شفتوا من معاناة المنطقة القديمة، وحقيقة يعني يمكن بكل حلقة المعاناة ما تخلص ما تنتهي بهذا البلد بتاتا، بلد المعاناة. فمن الأخ محمد ومن معاناة المنطقة القديمة وسكنة المنطقة القديمة ومن تاريخ أيضا حقيقة ومعاناة جامع النوري ومنارة الحجباب، نأتي لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا سعد منصور في الإعداد والتقديم، وتحيات المصورين اللي رافقوني طيلة الحلقة محمد تشاد ومحمود حازم أيضا. نلتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.